كان على الحكومة أن تسترجع هذه التوازنات الماكرو اقتصادية، وهي شيء جوج الأمور. كان خصنا نهبطو من العجز المالي، وكل ما هبطنا العجز المالي بنقطة تنحرموا الحكومة باش أنها تصرف 11 مليار درهم، وبالتالي نأثروا على المديونية باش تمشي في المنحة التنازلي حفاظا على السيادة المالية لبلادنا. وغادي نرجع في الأخير باش نشوف بأن هذه المجهودات اللي تمت خلال هاد السنتين ونصف مكنت بلادنا من استرجاع هذا وتنقيط إلى غير ذلك. وكهذه هي المعادلة اللي كانت. غادي نبداو بالرقم لا فاريابل الاولى في هذه المعادله. كان حدانا التغطيه الصحيه الاجباريه لامو، وغادي نرجع لذاك الرقم نتاع واش 18 مليون 10 12 الى غير ذلك، غادي نرجع ليه بالتفصيل المبين. اليوم عندنا 3.9 مليون اسره فقيره كتستفد من التغطية الصحية. وملي تنقول تتستفد معناه أن الدولة كنخلصوا على هاد الناس في السينساس بشكلين منتظم وشكلين، يعني كل كنخلصهم حنا كل تريماس تنخلصوا على 3.9 مليون الأسرة، كنضربوها في الخلاص السميك وكيجي المونطون للسينساس. ثم كاين الدعم الاجتماعي المباشر، حنا غادي نخلصوا هذا الشهر عندنا 3,778,000 اسره بالضبط التي تستفيد من هذا الدعم، اي ما يناهز، لان هذا الدعم مبني على الاطفال اللي كاينين عند كل اسره، وبطبيعه الحال الاسر اللي ما عندهاش اطفال، اننا دزنا 5.2 مليون طفل وطفله اللي كيستفدوا من الدعم، وبطبيعة الحال كتستفد منه الأسر. التكلفة نتاع هاد لا فاريابل الأولى في هذاك المعادلة اللي حطيت في الأول 35 مليار في 24 هذا العام، والأرقام موجودة ونقدروا نستعرضوها، وغادي نستعرضوها إن شاء الله في منتصف السنة المالية أمام لجنتي المالية بمجلس بالبرلمان. هذه الدولة خلصنا 35 مليار، وفي سنة 26 لأننا غادي نراجعوا، لأن داك الشيء نتاع التعويضات العائلية غيطلع، غادي نكونوا في 40 مليار في سنة 26. معناه أننا إلا بغينا نحافظوا على الاستدامة نقولوا بأن الدولة خصها تقيد في واحد لاكولون تاع الخلاص تاع النفقات 40 مليار، خصها تلقى 40 مليار باش تخلص هاد الزوج الحاجات. وغادي نرجع لهذا الرقم اللي بغيت الذي أسال العديد من النقاش، لا أريد أن أصفه كما وصفت مداخلاتي أنا والزميل تاع السبيطاس في البرلمان، ما ننزلش لهذا الوصف. العدد المستفيدين مع عمر كان 18 مليون مع عمر كان. وأنا باش نتفادى وباش نوضح هذا الأمر، إن هذا الدوكيمون غادي نفرقه اللي يهمو ياخذو وينشرو، مشيت للنام وجبت تاريخ نتاع الرامل كل عام شحال تقيدو من 2012، ودرت 2012 بالضبط تقيدو 2.6 في 2012، ولكن الناس اللي كانوا كيستافدوا بالبطاقات يلا 49,000. دونك من بعد جاو 3 ملايين ولا التراكم هو 6 ملايين، ولكن كان غير 2.4 اللي عندهم البطاقات، واحد غير قيد لان صحاب له داك الرميل، ويمكن قالوا له شي واحد غادي يدي شي حاجه ما لقاهاش مشى، واحد تحسنات الاوضاع نتاعو ومشى. اللي مهم واساسي العدد المستفيدين لم يتجاوز في أي وقت من الأوقات سنة 21 حتى 20 ملايين. ونهار جينا حنا باش نترونسفيريو لا باز للسي ان اس اس لقينا 10,695,000. وأنا بغيت نتسائل معاكم،
كيفاش الحكومة وجلالة الملك نصره الله تيقول لي يا ودي عمو التغطية الصحية وغادي نجيو حنا عند واحد الشريحة الاجتماعية ونقصوا فيها النص؟ بغيت نفهم هذا المنطق. علاش؟ أتساءل، بغيت الجواب وما كرهتش يكون فيه نقاش مباشر. دونك هالأرقام هذا هي الوكالة نتاع التأمين الصحي اللي تتقيد الناس في الرماد من تاع تحت. دونك ها هما الناس اللي متسجلين اللي كيجيو كل عام يسجلوا لسبب من الأسباب، وها الناس اللي التراكم تاعهم هو 13 مليون، ولكن العدد تاع الناس اللي كانت عندهم البطاقة وكيستافدوا من خدمة الرماد هو 10,695,900، واللي عنده شي رقم اخر يجي عنديش اشكال. وباش ندير منطق اخر باش نصفيو هذا الحساب، لان ولا بد ان افونسيو، مايمكنش نبقاو نقصوا 18 12 14 الى الابد. دابا العدد الاسر نتاع المغرب هو 11,5 ملايين، وإلا ضربتيهم في 3.2 تلقاو 40 مليون. هيك هذا هو العدد الاسر. شنو كاين شي كاين مزيان؟ هاد الاسر فيهم اليوم 2,000,000 كاينين عند الكنوبس والسي ام ام، هذا الحساب، موظفون ومتقاعدون 2,000,000 الاسر. وكاينين 5 الاسر في القطاع الخاص فيهم لي سالاري ولي روتريتي تاع السلاسل، عاود هادو راه بالسميه محمد وحمد عنده اما سالاري واما روتريتي. ها 7,000,000 هادوك الأجراء اللي عندهم المهن الحرة هو 700,000. دونك شنو اللي بقى في ديك 11.5؟ أنا نديرو الحساب، الخشبة 2,000 هي 7,000,000 زائد 700,000 هي 7.7، بقى 3.8 ملايين الأسر هي اللي حولناها من الرماد للسانيس، هي 40 مليون نتاع سكان المغرب. هذا هو دونك أنا جبنا الحساب الرماد تاع لانام من الاول، وجبنا الحساب تاع عدد الاسر، وكثر من هذا وهذاك قلنا ملي حولنا الناس بدايه سنه 23، ملي حولناهم في سنه 22 في ديسمبر للسنسات، قلنا لهم عندكم عام باش تجددوا التسجيل نتاعهم، وفي 23 وبعد نهايه المهله اصبح العدد هو 3.8 مليون. ما كيسمعني كلامي؟ اسمع، 3.8 مليون أسرة اللي هي حوالي 10 ملايين تاع المغرب. دونك ها المنطق نتاع تقسيم النسمة، وأنا مشينا لاش سي بي، داك حنا متفقين أن 11.5 مليون أسرة، ومشينا لانام. دونك أنا أتمنى صادقا أن النقاش حول الحماية الاجتماعية وتنزيلها يأخذ أبعاد أخرى أكثر رقيا من الوقوف على قراءة أرقام لن ينتفع منها لا المغرب ولا المغاربة. لذا سيدي دابا رحنا دائما في الفاريابل الأولى تاع ليكواسيون، هي اللي ننزلوا الأوراق الاجتماعية. هذه الأرقام التي أتحدث عنها هنا هي الميزانية اللي صوتت عليها، ما فيهاش حتى هي المستقبل. أنا بين سنة 20 نهاية 20 وسنة 24 الميزانية تاع وزارة الصحة دازت من 18.6 ل 30.6، رقم قراوه ما عندنا ما نديرو فيه، طلع ب 65%. ولن أدخل في تفاصيل وما تتطلبه الصحة أو قطاع الصحة من إعادة هيكلة لا توفر العرض الصحي ولا البناء المؤسساتي ولا إلى غير ذلك. ثم التالي انتقل من 55.6 إلى 73، طلع بالثلث 33%. إذا الحكومة كان خاصها تدخل الناس تاع الرامي، كان خاصها تخلص الامور نتاع الاعانه المباشره ل 3.9 اللي هي 40 مليار وطلع هذه الميزانيه. الان
كيف؟ كيفاش؟ وهذا هو السؤال. السؤال الأمور نتاعو واضحة وبسيطة. هاد الشكل الاجتماعي كاين تحول جذري وهيكلي في قطاع السكن. اليوم وصلنا ل 12,000 مستفيد. انتقلنا من نظام إعفاءات ضريبية لا أريد الخوض فيه، النظام نتاع الدعم المباشر اللي شرى الدار النهار الأول تاخذ واحد الدعم معين، وهذا البرنامج إن شاء الله هو اللي غادي يمكن لا الناس اللي كانوا كيمشيو سابقا للسكن الاقتصادي ولا جزء مهم من الطبقة المتوسطة أنهم يمشيو للسكن في ظروف واضحة على الأقل تضمن إعانة مباشرة للسيد اللي تشري باش يشري السكن تاعو. اليوم كما قلت 12,000، وملي نوصلوا للحد الأقصى خسرها هذا البرنامج خسر 9 مليار تاع الدرهم.